السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوة والأخوات نحن على المباشر. اليوم 4 نوفمبر 2016 وستاش والموضوع هو حول الفنان ربي رحمه المدعو الشيخ عط الله، إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا في هذا النقاش. يقدروا يتصلوا بيا من خلال السكايب نتاع المصالحه المصالحه بوين تي في النقاش هذا هو في الحقيقه عباره عن وقفه مع هذا الفنان اللي كان الظهور تاعو من خلال هذه الازمه اللي مرت بها الجزائر أه حبينا على جل باش نستفادوا من بعضنا البعض من خلال هذا النقاش الاخوي ونبعثوا رسائل أه الجهات مختلفة من خلال هذا الحوار أه اذا كان فيه اخوة يقدروا يشاركوا معنا سواء من خلال البث المباشر بالصوت او من خلال الكتابة يعني يقدروا يكتبوا تعليقات هكذا ربما نجاوبوا عليها الاخوه اللي راكم تسمعوا فينا راه يوصلكم الصوت جيدا راني ننتظر في التعليقات نتاعكم المهم فيما يخصني انا العبد الضعيف كيفاش تعرفت على هذا المدعو الشيخ الله أنا كنت هنا في فرنسا وكما تعلمون الجزائر مرت بفتنة وعليكم السلام ورحمة الله الأخ نعم الله يرحمه مرت الجزائر بفتنة عمياء كما تعرفوا وأنا الأخ هذا ما كنتش نعرفه يعني من قبل يعني كان تعرف نتاعي به من خلال شريط فيديو أه كانوا جابوه مع معهم الاهل في سنة 2004 أه لما التحقوا بيا في فرنسا جابوا معهم شريط كانت في تلك المرحلة الانترنت مش موجودة الاشرطة أه بتاتا لانه الموقع نتاع اليوتيوب كان في ذاك الوقت مازال ما خلقش أه والموقع نتاع الفيسبوك هذو ظهروا فيما بعد في تلك المرحلة كانت موجودة الانترنت كنا نستعمل الانترنت ولكن المواقع هذه اللي فيها الصوت والصورة ما زال ما ظهرتش يعني بالشكل هكذا لي كما الان راها موجودة الافلام وموجودة الصور وموجودة المقاطع نتاع الفيديو يعني ويستطيع الانسان هو انه يشوف هذه الامور إذن جابوا شريط فيديو أه كاسات فيديو القديمة هذيك كنا نستعملو في تلك المرحلة الكاسات فيديو تشري كاسات فيديو ولا يسلف لك واحد كاسات فيديو وهكذا المهم بعثوا شريط نتاع فيديو هكذا وكان حول واحد الحصة كانوا يديروها في التلفزة وانا ما كنتش نتابع التلفزة يعني بشكل هكذا أه بالاضافة وين كنت نسكن انا ما كانش كاين البارابول فجابوا شريط نتاع الفيديو هذا كل ما شفته انا صراحة يعني عشت واحد المرحلة مرحلة نتاع حداد ولما شفته يعني تقريبا حوالي اسبوع وانا نضحك يعني من من خلال يعني الحطة نتاعو من خلال اللغة نتاعو اللهجة اللي يستعملها الحركات نتاعو وحسيت يعني بيه حسيت بيه باللي قريب ليا هكذا يعني يعني من تلك المرحله بديت نعرفه ولما شفته في اول تسجيل هذاك اللي شفته فيه قلت لهم هذا هذا المكان تاعو في البرلمان والله قبل ما يترشح في البرلمان لما شفته قلت لهم هذا الشخص هذا نتاع برلمان هذا كان يتحدث يعني بلهجة توحي من أنه إنسان سياسي وكان يمرر في رسائل سياسية عن طريق الفكاهه وبطبيعه الحال الفكاهه هذه ماهيش معطيه لاي انسان لما تشوفه تشوف فنان يعني مش كاين الناس اللي يحب يضحك هكذا يستعمل بعض النكت ماهيش حتى نتاعو او يستعمل بعض الحركات او يقلد بعض الناس وما عنده حتى علاقه لا بالفكاهه ولا بالبستيل ولا كذا لكن هو تشوفيه فيه باللي انسان فنان يعني ربي يرحمه فمن تلك المرحلة بديت أنا نتابع فيه يعني يعني مانيش يعني متابع كيما نقولوا نشوف يعني كل الإنتاج تاعه أو لا مانيش من من هذاك النوع ولكن يعني كل ما شفته يعني نكون مثلا في البيتس أنا ما نشوفش التلفزة يعني الجزائرية إلا إذا كان يعني حدث كبير هكذا والله والا ما نشوفهاش لانه ما كانش حاجه اللي تشوفها ما كانش حاجه اللي تجبدك لكن بمجرد هو انه نشوفه في التلفازه نريح نريح نشوفه وما نملش بالسماع ليه لانه انسان فعلا يصنع البسمه وانسان يعني يصنع الفكاهه هذيك وانسان يعني متمكن لا من خلال الحركات نتاعو ولا من خلال اللباس نتاعو ولا من خلال الحطه نتاعو هذيك لذلك هو يعني هذا الاخ هذا لما سمعت انا شخصيا بالوفاه كانت عن طريق الفيسبوك كنت دخلت هكذا وشفت يعني بعض الاخوه هكذا بداو يتنقلوا في الخبر هذاك قبل ما تانه القنوات الفضائيه والصحف يعني كانت تنشر الخبر من خلال الفيسبوك وفي البداية أنا صراحة نشرت الخبر ولكن ما ما كنتش متأكد يعني باللي كانت عندي شكوك هكذا باللي الخبر ربما يكون ملغم ربما كذا نشرت في البداية الخبر هكذا باللي راه فيه أخبار هكذا تقول باللي كاين هناك حدث مرور وكاين الأخ هذا ثم يا هل تراك فيه ناس هكذا في غردية هكذا يقدروا ياكدوا الخبر ولكن فيما بعد لما تناولته وسائل الاعلام قنوات فضائيه وصحف خلاص عرفت بلي المساله يعني حقيقيه يعني توفى ربي يرحمه واصبت يعني شخصيا اصبت بالذهول يعني لما سمعت الخبر هذاك الى غايه انه نشروا الصور هذيك والمقطع هذاك تاع فيديو تاع الحادث هذاك يعني واضح باللي كان فيه يعني سرعه فائقه يعني مع بالناش يعني بال يعني تفاصيل نتاع الحادثه اذا كان فيه اخوه هكذا من المنطقه نتاع الجلفه ولا من المنطقه نتاع غردايا ربما يكونوا قراب هكذا من الحدث ربما والله يكونوا من العائله نتاعو هكذا يعني والله من الاصدقاء نتاعو ولا الاقربين ربما يقدروا يفيدونا هكذا معلومات حتى باش ينوروا بها الراي العام ربما ما كانش وسائل هكذا نتاع اعلام اللي ربما ما عطات لهمش فرصه هكذا باش يتحدثوا ولا هكذا. يقدروا يتصلوا بنا من خلال الصفحه نتاع المصالحه عن طريق السكايب ويدلوا بالاراء نتاعهم في هذا المساله هذه نتاع الحادثه نتاع الاخ عط الله ربي يرحمه المهم يعني شخصيا انا اتضامن مع العائله نتاعو مع الاهل نتاعو مع الاقرباء نتاعو مع اهل المنطقه نتاعو ربي ان شاء الله يرحمه ربي ان شاء الله يكون مع العائله نتاعو مع الاصدقاء نتاعو مع الاحباب نتاعو الاقارب نتاعو ربي ان شاء الله يكون معهم في هذه الصدمه لانها صدمه كبيره خاصه يعني شخص كيما هذا كان يصنع في البسمه كان يدخل في السرور على العائلات ولا شك هو ان راكم المرحله هذه اللي مرت بها الجزائر في التسعينات ناس فقدت البسمه يعني نهائيا من خلال الاحداث اللي وقعت في البلاد احداث يعني مؤلمه ما زالت يعني التداعيات الى اليوم كاين بعض العائلات اللي ما مفجوعه الى اليوم كاين الناس اللي اصيبوا بالصدمه كاين الناس اللي اصيبوا بالذهول الى تاريخ اليوم فيه ناس اللي مرضوا فيه ناس اللي دخلوا في عالم الهلوسه واعتقد هو ان هذه الامور هذه راه ما تخفاش عليكم هو جا في هذه المرحله كان يصنع في البسمه كان يمرر في بعض الرسائل السياسيه نتاع انه راه ضد الظلم ضد هذا الناس هذو اللي اللي عندهم سبع وجوه هذا الناس اللي شوهوا الصوره نتاع الجزائر كان هو يعني مناضل يعني من خلال الفكاهه اللي كان يستعملها ومن خلال الرسائل هذيك اللي كان يمرر فيها ولو انه بعض القصائد هكذا كتبت له ولا أعطيت له ولا ولكن مع ذلك كان يمثل وكان يقوم بدور يعني الناس اللي يعني يتابعوا الفن ويعرفوا هذه المسائل يشهدون له بذلك يعني إنسان صنع نجم يعني في مرحلة قصيرة واستطاع هو أنه يتربى على عقول الكثيرين من من الشباب وأنا واحد من الجزائريين اللي كنت يعني مرات نشوفه ونضحك هكذا ويعني ترجع له الواحد البسمه هذيك يعني صرنا هو انه رايحين نفقدوا هذيك البسمه كان هو يعني لما تشوفوه في التلفزة ما تقدرش يعني تخطي التلفازه وين ما راح يعني في اي مكان يعني في اي قناه وين انه يروح ليها يعني ولو كان تصادفه لازم تشوفه تبقى تشوف في القناه هذيك اذا هو كان رجل محبوب وكان رجل يصنع البسمه بالاضافه الى انه يعني واضح انا يعني قريت عليها هكذا شويه وتابعت له برنامج من خلال الموقع نتاع اليوتيوب كانت دارته معها اعتقد الشروق برنامج تبعته يعني انسان رجل فاضل انسان حافظ القران وانسان يتكلم بلغه عربيه ما شاء الله فصيحه يعني ولو انه عنده اللكنه هذيك تاع الجلفه هذيك ولكن اللغه مفهومه يعني يستطيع اي واحد في في الجزائر ولا في خارج الجزائر هو انه يفهمه بالاضافه الى انه عنده روح هكذا خفيفه دمه خفيف كما يقولوا وكان يعني يدخل على البيوت يعني ويصنع البسمه سواء عن عند الصغار ولا عند الكبار بالاضافه الى الاقوال اللي كان يقول فيها الان صارت تردد يعني آه عند الكثيرين ومش غير هو يعني رجل فوكا يعني كاين كثيرين ولكن هو ايضا عنده طابع نتاعو كاين كثيرين من الفنانين اللي صنعوا الابتسامه في الجزائر ربي يرحمهم كلهم ابتداء من آه بقرار ويشد هذاك سبيكتور طاهر آه وسموه ذاك عثمان عريوات آه كثيرين هكذا اللي صنعوا البسمه في الجزائر اللي مات ربي يرحمه واللي عايش ان شاء الله ربي يكون معاه و المهم هذه هي الكلمه نتايا يعني انا اذا كان فيه اخوه ربما يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش الاخوي باش نستفادوا فقط من بعضنا البعض واذا كان فقط تفضلوا الاستماع المهم انا نطلب من كل الاخوه المهم الاخوه اللي راكم تتابعوا فينا من خلال الصفحه اذا كان فيه منكم من يحب يشارك معنا في هذا التسجيل هذا اللي رانا فيه على المباشر من خلال هذه المداخلة بإمكانه أنه يتصل بنا على طريق السكايب المصالحة بوان تي في يعني درت لكم في بداية الصفحة العنوان تاع السكايب وإذا ما كانش المهم أنا درت مداخلة كنت حب ندير مداخلة هكذا يعني باش نوع التضامن تاعنا مع العائلة نتاعو مع الأصدقاء نتاعو ما عندناش غرض واحد آخر غير هو أننا نتضامنو معهم مع عندنا حتى حاجة واحدة أخرى لأنه هذا الأخ هذا مثل ما هو هذا هو إقرار مثل ما هو دخل البيوت نتاعنا وهو أنه صنع البسمة يعني أضعف الإيمان هو أننا نترحم عليه هذا اضعف شيء ولو كان كنا قرب الثمة لو كان الواحد راح حضر الجنازه نتاعو وصلى عليه وان شاء الله ندعي له بالرحمه اليوم وغدا وقت ما ذكرناه يعني هذا حق المسلم على المسلم مش غير هو يعني الناس اللي آه سمعنا بهم يعني في وقتها لانه شخصيا انا كاين ربما بعض الاخوه هكذا اللي توفى وربي يرحمهم ما كانش عندي الفرصه على جل باش نتحدثوا عليهم كنت غالق الصفحه كما ربما تبعتوا الاخوه اللي راهم يتابعوا فيا ويتابعوا في النشاطات تاعي كنت في مرحله هكذا غلقت الصفحه كان مريت بواحد الظروف المهم الاخوه اللي توفى ربي يرحمهم يعني هكذا ما كانش ليا الفرصه على جال باش ولو نكتب عليهم تعليق ربي يرحمهم كلهم مثل الاخ هذاك نتاع اللي كان مع جبل الله كان واحد قيادي ما كانش عندنا الفرصه على جال باش نتحدثوا عليه والله نكتبوا عليه وكل الإخوة حتى من الناس هكذا اللي ربما نعرفوهم هكذا معرفة شخصية ما سمعتش بيهم وتالي حتى نتصل بالعائلة تاعهم يعني راه ربي عالم المهم هذا جات في هذا الفرصة هذه ودولة الوسائل الكثيرة عند الإعلام الوفاة نتاعو على الأقل هكذا هو أننا نترحم عليه لأنه هذا مش شخص يعني عادي شخص صار يعني كيما نقولوا شخصية عامة وراه يعني معروف على المستوى الوطني بل حتى في, في, في بعض الأوطان العربية إنسان نتاع فكاهة وإنسان دخل البسمة على كثير من العائلات يعني أضعف شيء هو أننا نترحم عليه ربي إن شاء الله ربي يرحمه وربي إن شاء الله يغفر له وان شاء الله ربي يوسع عليه وربي ان شاء الله يكون مع العائله نتاعو مع والديه مع الزوجه نتاعو اولاده الاقارب نتاعو الاسهر نتاعو الاصدقاء نتاعو اللي قراو معاه اهل في اهله في الادريسيه عمري الا كان شفتها انا هذه البلديه ونتمنى ان شاء الله اذا كان دخلنا البلاد نروح نزورها لما لا إن شاء الله ربي لنا فرصة ونروح إليها إن شاء الله ونتعرفوا على أهل المنطقة نتاعها واضح من أنه إنسان همة وإنسان تعنيف واضح من أنه إنسان عربي أصيل من خلال يعني الله جل يستعملها بين بلي عليه باللي ولد فميلة بين عليه وإلا ما شفتوش هذا التعاطف هذا اللي راه موجود يعني في الصفحات نتاع التواصل الاجتماعي راكم شفتوا تسجيل نشرناه منذ البارحة شافوه الآن تقريبا ميتين وخمسين ألف أكثر ثلثمية ثلثمية وخمسين ألف ثلثمية وواحد وخمسين ألف اللي شافوه من البارح لليوم اه وقاسموه أكثر من أحداش ألف يعني هذو اللي داروا البارتاج نتاعو بالإضافة إلى التعليقات اللي تعدات ألف وميتين وهذا دليل من انه رجل محبوب ورجل يعني عنده محبه عند الناس وعنده قدر عند الناس والا ما يضامنوا معاه راكم شفتوا والله العظيم غا كاين حتى رؤساء 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 جمهوريه ما تعاطف, تعاطف اللي لقاها عطلة وهذا دليل ان شاء الله ربي ان شاء الله يحسبها له في الميزان تاع الحسنات نتاعو وهذا دليل ايضا باللي رجل يعني فاضل وان شاء الله تكون علامه من العلامات نتاع القبول عند ربي ان شاء الله ربي يحسبه من الشهداء لانه هذه الموتى اللي ماتها متشينه كما يقولوا في في البلاد ان شاء الله ربي يحسبها له ان شاء الله ربي يحسبه من الشهداء لانه يعني هذه الموت هذه واعره بزاف الموت نتاع الحديد هذه والموت نتاع الغرق والله واحد يطيح عليه حيط والله كذا ان شاء الله ربي يحسبه من الشهداء المهم كنت ننتظر ربما يجيو اخوه لربما الناس ما عندهاش العلم بالموضوع او لربما الناس مش حابه تتكلم على كل حال المهم انا درت تعليق ادليت بالراي نتاعي في الموضوع وهذه هي المهم الاخوه اللي يعرفوه في المنطقة نتاع الجلفة وفي المنطقة نتاع غردايه أقصد الناس اللي عندهم به علاقة مباشرة ومش الناس اللي تلاقاو به ولا تصوروا معاه ولا الناس اللي يعرفوه معرفة مع خاصة ربي ان شاء الله يكون معكم اللي ربما عندهم علاقة معاه نتاع قرابة ولا نتاع صداقة هكذا وربي ان شاء الله يكون معكم احنا رانا ناس مسلمين ونأمنوا بالقضاء والقدر وهذا راه ابتلاء هو رأه ابتلاء ربي بهذا الحادث واحد ما على بالو منا شكون واش من ساعة راه رايح فيها كاين اللي يموت مريض كاين اللي يموت بحادث مرور واحد يموت يموت بمرض وهكذا واحد ما على بالو وقتاش راه رايح يخلي هذه الدنيا يا ساعدك يا فعل الخير هذه الموت نتاع خونا هذا عطلة هي عبرة عبرة لنا جميعا رقم شفتوا الانسان رجل يعني متواضع رجل محبوب عند الناس وتشوف ناس يعني عندها السلطة وعندها المال وعندك ذاك ما قدرش تجيب الهيبة هذيك ما قدرش تجيب هذاك الحب هذاك راكم تشوفوا رجل يعني مثلو هكذا يلقى هذا التضامن لا في المنطقة نتاعو نتاع الولاية ولا عبر التراب الوطني حنا هنا في الخارج راهم كاينين الناس في أماكن مختلفة في كندا في أمريكا في بريطانيا في فرنسا في المانيا في كل مكان انا على يقين من انهم راهم متضامنين معهم متضامنين مع العائله نتاعو لانه هذا الاحساس هذا راهو احساس جماعي موش احساس نتاع شخص برك وراكم تشوفوه من خلال التعليقات راه ناس من ولايات مختلفه ومن عواصم مختلفه في العالم كلهم يعني متضامنين معاه متضامنين مع العائله نتاعو المهم هذا باختصار ربي ان شاء الله يكون مع العائله نتاعو مع خاوتو مع نسابو الاسهر تاعو الاقارب نتاعو الاصدقاء نتاعو وان شاء الله ربي يعوض الجزائر بفنان من طينه عطله كنا في وقت سابق لما توفى شيخ بوبقرة ربي رحمه كنا نظن من انه خلاص انتهت الامور وظهروا يعني طاقات جديده لفعل فعلا ملؤ الفراغ مثل صالح أوقروت هذاك مثل هذاك كمال كثيرين يعني هذاك واسمو حاكم الدكر تاع قسنطينة ظهروا يعني ناس هكذا اللي فعلا ملؤوا هذاك الفراغ لانه هذوك الناس اللي راحوا توفوا مثل بوبقرة ومثل الحسن واسمو هذاك سبيكتور طار خلوه فراغ كبير يعني وجاو يعني طاقات ظهر طاقات شابة هكذا هذو مثل الأخ هذا عطا الله هذا ويعني داروا إضافة في الساحه الفنيه ويعني خاصة هو مثل هذا الأخ هذا عطل ظهر في الفطرة وإن أن الناس يعني الابتسامة فقدتها يعني هذه الإضافة اللي دارها هو ظهر هو في هذه المرحلة هذه واستطاع من خلال هذه الابتسامة هذه من خلال هذه الفكهة هو أنه يدخل السرور على الألف من العائلات وهذا هو الشيء اللي أنا حبيت نتحدث فيه لأنه الابتسامة هذه مع انه يعني الدين تاعنا يوصى عليها للاسف شديد صرنا ما نشوفوهاش وهذا نتيجه الوضع اللي عاشته البلاد يعني مش غير الابتسامه هذيك النتيجه نتاع الوضع اللي عاشته البلاد من خلال الالام ومن خلال الدموع ومن خلال الاحزان كل يوم تسمع خبر واحد هو اغتصب طفل واحد هو قتل طفل وقطعه وطيشه وهذيك الامور هذيك من خلال وسائل الاعلام اللي راه توسي فيها هم ربما ما على بالهمش بهذه التداعيات نتاع هذه المسائل لكن هذه الاشياء يعني ساهمت في نزع البسمه من العائلات بالاضافه الى الصراعات هذه اللي راح موجوده في العائلات صراع حول التراب حول التركه حول الوراثه صراع حول المناصب الى غير ذلك من الاشياء هذه اللي هي عكره الاجواء من خلال القطع نتاع الصله الرحم من خلال الابتعاد عن من نتاع الاخلاق وعن القيم هذه الاشياء كلها هي ساهمت في الوضع هذا الكئيب هذا والحزين هذا اللي اللي البلاد المهم نتمنى على جل باش ان شاء الله نخرجوا من هذه الازمه ونتمنى ان شاء الله على جل باش ترجع البلاد نتاعنا نقولوا على الاقل الوضع الاجتماعي للمرحله نتاع السبعينات علاش نحوسو نرجعو حنا لعهد الصحابه والله ولا الانبياء على الاقل هو انه نرجعو للوضع هذا اللي كنا عايشينه في الخلال نتاع الستينات والسبعينات بحيث هو انه كان هناك فيه تكافل اجتماعي كذا كانت الناس تروح لبعضها تزور بعضها كانت الناس ترحم بعضها كانت النيه كانت الحشمه كان الكرم كانت كذا يعني الامور موجوده ولكن مش بالشكل اللي كان موجود يعني وكلكم راكم تعرفوا هذه المساله يعني ما رانيش مبالغ والله راني نحكي لكم في شيء على الواقع راكم تعرفوه راكم تعرفوا هذه الامور يعني دمرت خاصه منذ انه دخلنا في هذه الفتنه العاميه اللي عاشتها الجزائر من قبل ربما كانت الامور يعني الى حد ما ما نقولوش بالشكل اللي نقبلوه ولكن على الاقل كان كان هناك المينيموم كما يقولوا لكن بعد ما دخلنا في هذه الفتنه صار الاخ يا صاحبي ما يديرش الثقه في خوه والان يعني باش تعاود ترجع الثقه هذيك لازم لها خدمه لازم الناس تشارك في وسائل الاعلام المختلفه الناس اللي راه عندها طاقات وعندها كفاءات لازم الناس الدعاه هذو ايضا الاساتذه الفنانين هذا الاخ هذا عطا الله واحد من الناس اللي كانوا هما يرسموا في هذه البسمه واحد من الناس اللي كانوا يجمعوا في الناس ما كانش يفرق في الناس كان هو يحاول يجمع الناس راكم شفتوا يعني الوفاه نتاعو يجي الرجل السياسي ويجي ويجي رجل الفن والمواطن العادي خلاص البطال العامل المسؤول كذا وجو ولو انه فيه انتقادات هكذا يعني شفت انا بعض التعليق هكذا لبعض الاخوه قال لك باللي كاين مسؤولين هكذا ما جاوش هكذا فيما راحوا الناس واحد أخرى راكم تعرفوا باللي هذه كيما يقولوا ناس بكري يقولك الدنيا بالوجوه والاخر بالافعال هو راهو انسان حافظ القران وراهو انسان يعني ما وش نتاع شر حتى اذا راهو عنده اخطاء ما كانش الانسان اللي راهو ما عندوش الاخطاء ولكن مع ذلك رجل محبوب الدليل في ذلك القبول اللي لقاه من خلال التعاطف اللي راه موجود في الصفحات نتاع التواصل الاجتماعي هذه ومن خلال ايضا الشيء اللي راكم شفتوه على ارض الواقع يعني في المدينه نتاعو انه دفنوه راكم شفتوه الجماهير اللي شاركت معاه في, في الجنازه وهذا دليل باللي رجل يعني فاضل ورجل محبوب والا ما راحوا له الناس كاينين الناس اللي راهم مسؤولين كبار ولكن ولا غير تروح كاين حتى اللي العائله نتاعو ما يحضرولوش لانه رجل ممقوت رجل ما, ما عنده حتى لكن هو راكم شفتوه يعني رغم انه رجل بسيط يعني بالمعنى شعبي مش كيما نقولوا انسان قال مسؤول راه والله انسان عنده جاه قال مثلا راهو مع باليش انا ابن وزير ولا راهو انسان يعني واصل فوق رجل بسيط يعني في الفن نتاعو رجل موش عادي لكن هو يعني في الشخصيه نتاعو رجل بسيط متواضع مع الناس ولكنكم راكم شفتوا شفتوا الحب نتاع الناس ليه راه موجود من الصغير للكبير يعني تلقى نساء جايز شيوخ اطفال كلهم يذكروا عليه وكلهم راهم يترحموا عليه ربي ان شاء الله المهم يرحمه ربي ان شاء الله يكون مع العائله نتاعو هذه هي المداخله حاولت على جل باش نشرك معايا اخوه ربما ما كانوش على علم بالموضوع المهم نلتقي ان شاء الله في فرص واحده اخرى الى ذلك من الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته